وهذا سائل يقول: ما حكم إطالة الشعر للرجال من غير تشبه بالنساء؟ وهل ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إطالة شعر الرأس هذا مباح إذا كان على السنة، على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من المباحات، أو بعض العلماء يرى أنه سنة ومستحب، وذلك بأن يرجله وأن ينظفه ويدهنه ويسرحه، إما أن يجعله ظفائر أو يجعله مرسل. أما أنه يغذي شعره على صفة تغذية الكفار والتشبه بالكفار هذا لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن يريد أنه يغذي شعر رأسه يراجع